اغلب تواصلي يكون مع ام البيت. انا دائما من يجي صاحب العقار اخذ تواصلي معانه، اتواصل معه، بعدين اقول له اريد اتواصل مع ام البيت. ليش؟ ام البيت هي اللي ساكنه داخل البيت، هي اللي هي ملكه البيت. تألقت بتصاميم عصرية وبصمتها النوعية عنوان لتميزها ونجاحها، تحدت نفسها وتفوقت حتى أصبحت المهندسة المعمارية فرح أكرم. أهلا وسهلا. بالفترة الأخيرة عم نسمع عن كثير أعمال هندسية بارزة اشتغلتيها، تصاميم كلش حلوة، احكي لي إيش وصلتي لهذا الشيء؟ بداية كأي مهندسة، أول تخرجي اشتغلت بعدة مكاتب كمتدربة، لأنه العمل داخل السوق الحر يختلف عن الشغل داخل الجامعة أو الأشياء اللي تعلمناها داخل الجامعة. كنت بهاي الفترة خارج محافظة نينوى، بس بعدين لما رجعت على المحافظة بديت مكاتب مكتب صغير وتدريجا. والشيء اللي ساعدني هم عن طريق خلينا نقول المهندسين اللي تعاملت معاهم اللي او عن طريق الانترنت. حاليا حتى الانترنت وافي كلش، انه تطيقين تكسبين خبره، تشوفين الاشياء الدارجه، تشوفين الاشياء العصريه الدارجه بالعالم بصوره عامه. شنو هو اكثر عمل انت اشتغلتينه وحسيتيه هو احدث نقله نوعيه لك؟ احنا كبدايه انا كانت بداياتي بالبيوت، انا احب البيوت، تصاميم البيوت كلش. البيوت دائما بيها حميمية، يعني أنا لما تكون أتواصل مع أم البيت أو أتواصل مع هذه أخذ كل تفاصيل شغلة، إنه هي إيش تريد. دائما نقعد نأخذ تفاصيل صغيرة، هاي التفاصيل الصغيرة يطلع لك شغل كلش حلو، وتكون دائما الشيء يعني أنا كل بيت أصممه أحسه هذا بيتي، فمن أصممه أشتغل له هو أشتغل له هو إنه هذا أنا شلون البيت أنا أريد أقعد بينه، فدائما تشوفين النتيجة تطلع حلوة حسب ما هي، حسب ما هي تريد وحسب ما أنا أريد. صاحب العقار من يعني يجيكي هو يختار التصميم له انت؟ مبدئيا انا اخذ متطلبات صاحب العقار، لان هو البيت هو اللي راح يسكن بينه، اكيد متطلباته اخذها، وبعدين انا اضيف لمستي عليها. اغلب تواصلي يكون مع ام البيت. انا دائما من يجي صاحب العقار اخذ تواصلي معه، اتواصل معه، بعدين اقول له اريد اتواصل مع ام البيت. ليش؟ ام البيت هي اللي ساكنه داخل البيت، هي اللي هي ملكه البيت، فشوفين دائما عندها تفاصيل بسيطه ممكن زوجها او صاحب العقار ما ينتبه عليها. صحيح، بس هي تحكي بالضبط ما تخطر على باله، بس هي لا، انه هاي التفاصيل مهمه عندها لان ضمن استخدامها داخل البيت اليومي. فهو يكون عنده فكره اوليه، احنا ناخذ الفكره الاوليه ومتطلباته الاساسيه ونطورها بشيء عصري وحديث. فرح، إذا نحكي عن طريقة التعامل معك ضمن العمل، يعني هل واجهتي انتقاص؟ هل الناس تثق بعمل المهندس الرجل أكثر من المهندسة مثلا؟ أوكي، كبداية كنت لما أشتغل مثلا مخطط لأبو بيت أو أي أحد يأخذ المخطط ويروح فترة، يرجع ورا فترة يقول لي دحقي أنا هذا المخطط شوفتونه لعدة ناس وهسه أنا يعني أنه أشعر ما يقتنع بالبداية، هيك أحكيك كبدايات. بس هسه لا، هسه الدنيا تغيرت، حتى الناس تغيرت، طريقة تفكيرها تغيرت، بدت الناس انفتحت التصاميم الداخلية، انفتحت على التصاميم الحديثة، بدت تقبل الأفكار الحديثة حاليا، وبدوا يتقبلون المهندسة، يعني خصوصا مرات هسه لما يجي أبو بيت يقول مهندسة، ليش؟ يثق بشغلة، يثق بشغلة. وأما البيت تاخذ أريحتها أكثر، يعني نقعد نحكي على تفاصيل، مثل ما قلت لك نحكي على تفاصيل بسيطة ممكن هاي ما تاخذ، يعني تاخذ راحتها مع مهندس، بينما مع مهندسه تقول لي انا هالشكل 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 هالشكل. دائما انا اسال من البيت على رسم حياتهم، ليش؟ هذا اساسي عندي، يعني تصميم البيت اساله كم نفر موجودين ما متواجدين، عندكم خطار، يعني هاي التفاصيل البسيطه ممكن تشوفيها بس هاي مهمه. صحيح. بالتصميم تعملين تصميم، حتى اعمل التصميم بالضبط، انا اعمل التصميم بحيث هي ترتاح بينه لما تقعد للبيت، يعني تقعد للبيت هاي جنتها، دائما تقول لي انا جنتي البيت، فكون من تقعد تكون ملكه هذا بيتها ومرتاحه بينه، هذا الشيء الاساسي عندي حاليا. لا، بدت اكو تقبل كثير، الناس بدت تقبل المهندسه او المهندس، كان بالبدايه ايه انه لا المهندس، اكو نظر الشك انه انت مهندسه او انت هذه، او ممكن مثلا هذا الشيء يتنفذ هذا الشيء ما يتنفذ، بينما حاليا لا، هذا الشيء كلش تغير. التصاميم الكلاسيكيه لما حاليا انت هتعملين تصاميم بعيد عن الكلاسيكيه، نعم. تعملين تصاميم نوعيه مختلفه، يمكن خاصه اذا ما يتعلق بالبيوت، يعني هنا ما كثير ناس يمكن تشوف تصميم
مثلا تصاميم خارج ينفذوها بالخارج ما تتقبلها انه يكون تصميم بيتها بالموصل. صح تمام. شن تعملين مع هذا الموضوع؟ حاليا الفكرة اختلفت. اكو ناس تجي لا تحب النظام التقليدي البيت التقليدي، اكو لا اللي طلع مثلا وشاف، او حاليا اكو كثير حتى مثلا مجمعة صور من النت ام البيت او ابو البيت من يجي عنده نقلة، يعني عنده فكرة انه اش يريد من بيته. فالافكار حتى اكو مرات هذا الستايل خلينا نقول الستايل الاجنبي او هذه بدت الناس تتقبل هاي الافكار، انه نظام البيت المفتوح نظام الكلاسيك. هو المشكلة انه يعني اكو عدة أنظمة بالتصاميم. فرح، هذا المجال يعني ياخذ كثير من الوقت، ياخذ من الطاقة، يتعب، وانت امرأة متزوجة مسؤولة عن بيت مسؤولة عن أولاد، شلون عاد توفقين وقتك؟ أكيد احنا شغلنا كلش متعب وياخذ ساعات عمل طويلة جدا، بس هوني يعتمد على دعم الزوج ودعم الأهل بصورة عامة. يعني أنا لو ما والدتي، ويعني ابني دائما يكون عند والدتي، وزوجي دعم ومشجع لي بالشغل، فهذا الشيء يعني كلش أساسي لما تكون الإمرأة عاملة، ولما تكون الدعم هو أهم شيء. الدعم سواء كان دعم معنوي، سواء متحمل ساعات الشغل الطويلة، أو مسؤولية الأهل إنه متحملين مسؤولية ابني، هذا الشيء كلش أساسي. فرح، شنو هي رسالتك لكل إمرأة موهوبة ومتفوقة سواء بهذا المجال أو غير مجال، لكن يعني مجال منطق نقول مسيطر عليه من قبل الرجل، هي تتردد بالدخول له، شنو رسالتك لها؟ أنا أهم شيء الدعم يكون من الأهل وتكي من الزوج، هاي أهم شيء. الشغلة الثانية الثقة بالنفس، يعني هي لما تدخل هذا المجال تكون واثقة بنفسها. يعني أنا صح أقول لك أنا ممكن ما أكون أحسن مهندسة، تمام؟ وأكو أشطر مني وأكو أحسن من عندي، لكن أنا عندي ثقة بنفسي، عندي ثقة بعملي، أريد أصل الشيء. الهدف إنه لازم تخلين هدف تريدين تصلينه، أنا عندي هدف أريد أصله. في يوم من الأيام كان عندي هدف إنه أنا أريد أصل هذا الشيء، تعبت علينا ساعات طويلة، يمكن أقل كي من العمل، ساعات طويلة من الجهد، ساعات مثلا حتى عدم النوم، يعني ممكن أنا يوم يومين يكون عدم نوم. الشيء اللي يريده الشخص لازم يصلوا بالتعب.